اغلى من ضناك لو انت عندك ضناك ونحس بيها، سواء ولد او بنت. بس لما تبقى بنت مطيعه والولد بايظ تعمل له ايه؟ ترمي البايظ وتحافظ على المطيعه. وده اللي انا هقوله. ربنا يرحمها يا رب ويغفر لها. الحاجة يعني والدة الإعلامية شيماء جمال كانت معكم في بث مباشر، انتظرونا لنعرف آخر مستجدات الوضع في القضية التي أثيرت مؤخرا. هنا متابعينا الكرام تجلس هذه السيدة ومعها يعني حزن كبير. ليلى فادي حضرتك عايزة إيه طيب في القضية؟ يعني مستنية إيه؟ مستنية إعدام الاثنين دلوقتي ينزلي وأنا قاعدة. عايزة إعدام الاثنين. قصاص العادل مش ده العدل ده الحق. طب انا عايزاه. طب ايه رايك ان هو النهارده في نقض بعد ما حكموا بالاعدام وتحويلهم لفضيله المفتي؟ النهارده يتامن عليهم بحكم الاعدام الاثنين. عايزه الاثنين، مفيش واحد واحد، واحد قنظر تحت والتاني الاثنين في كفه طبه واحده الايد بالايد. ده عمل زي ده وده عمل زي ده الاثنين مع بعض. كتروا عليها يا اخويا شويه. ماشي ماشي. كتروا عليها وخدوها روحوها شطروا بردك في الاول والاخر عيله راجلين طول بعرض شطروا عليها وباسلحه مش بايدهم فاضيه كمان دول باسلحه وخدوها في مكان مقطوع مدبرين. طب لما مدبرين الموتى. ايه احساسك لما سمعت خبر الوفاه وان هي ماتت بالشكل ده؟ احنا بنموت. احنا قلنا احنا كان خدنا بدلها بسببها هي. كان خدنا انا وامها بدلها. ما خدناش ليه احنا كبار؟ احنا شبعنا من الدنيا. هي اللي لسه صغيره. هي اللي لسه صغيره كان الحياه قدامها. وعشان بنتها كمان. قلبكم محروق على طبعا الفرقه. انت بص شكلي وشكل اختي. احنا كان شكلنا كده الاول اتعدمنا وبنموت عيا على طول وتعب على طول. احنا بنموت عشانها وده شويه علينا. لما هي بدل ما تشيلنا احنا اللي شلناها ودفناها. مش بيستاهل علينا. مش بيستاهل ابدا. احكي لنا التفاصيل بتاعت اليوم المجهود ده. اللي طول حكومتي جابت حقي وانا نايمه جابت حقي سنه وثمان شهور. اكتر قضيه شيماء من يوم ما اتقتلت سنه وثمان شهور. دي اكتر قضيه مثيره للجدل. كل يوم هي على الساحه مش كل يوم ده كل سنه. شايف ان هي خدت كتير قوي من كلام الناس ومن تفاصيلها القضيه نفسها زخم ولا نظرا لبشاعتها اللي حصل ده؟ نظرا لبشاعتها وهي ما عملتش حاجه. مفيش جريمه. القانون طلعها ان شيماء مدانه في واحد اتنين تلاته. ابراهيم طنطاوي كان بيخاطب ان بتشتغل مع ايمن حجاج. مين يا فندم اللي طلع بيشتغل مع ايمن حجاج؟ جوز اختك ولا الانشي؟ واقوى له. حط رجلي على بنتي شرفتني. مين؟ باقوال حسين الغرابلي بنفسه. باقوال حسين الغرابلي بنفسه. اخر مصلحه كان هيعملها هو وايمن حجاج هيديله 5 مليون جنيه. مستاجر حته ارض بتاع اتراك الخليجي والحكومه خدتها منه. فكان هيمرر وراها. ايوه. ده وفق يعني تحقيقات النيابه معاه. هو اللي جايب له الناس والقعدات هو اللي بيعملها والشغل هو اللي بيعمله. عايز اسال ليه شيماء الطيبه اللي بنشوفها على الشاشه على طول واقفه مع الناس ليه ما خدتش بالها ان في خير بتترسم حولها؟ الموت بيعرف صاحبه زي ما بيقول. بتشك في جوزها اللي بتنام في حضنه؟ الستات بتشك في جوزها.
لا مش باين لها ايه آه. لا مش باين لها عبيطه عمال يهزر معاها عبيطه وفي واحده اللي تعمل بيه تفرغوا 60 وجبه في رمضان في اليوم انا اللي معايا مال ما عملش كتير طلع رقم معين ايوه حاجه معينه مش بالحجم ده لا مش بالحجم ده لا مش كده كان في مره كان في مرات بيطلب منها تعالي نزور اللي عملته عمل نعمل عمره نعمل حاجه عمل كل حاجه حلوه على فكره هو كان لسه جاي عامل الغلابه يعني حج وجي قتلها شكرا في حج ولا عمره لا ده حاجه كبيره في العيد العيد اللي كان قبليه رايق حاجة كبيرة القضية مش مستاهلة محامية بالنسبة لي اللي كنت بتعرفي الدفع او عن بنتك قضية بنتي مسلفة وبنتي اسمها على الساحة مسلف مش هاخد معلومة من اتنين زبالة المجتمع واحدة عندها قضية دعارة والتانية بتاعت رجالة يا حاجة احنا قلنا ما بتسكنش الا مع الرجالة علشان ينيموها يا حاجة احنا قلنا معلش عشان الجمهور بس معانا اطفال معانا اطفال بتشوفنا دي. على فكرة برضه انا بتكلم بالمتغطي انما على تليفوني انا بقول لهم بيقفلوا مني انا ما اقفلش انا اللي عندي المعلومة اللي جرانهم بيدهاني اللي الرأي اللي عندي الدهاني البنت الزانية علياء سلامة زيها زمها من أمي جابت بيبي لأنه في الحرام وهي معاها برضو عيل تقول ابني طب ما يا فندم طلعي قسمتك طب شهادة ميلادنا طب طلعي عكس اللي أنا بقوله بتاعت بنتك بتاعت علياء سلامة ما انا اتحفظ عن ذكر الاسم انا عايزه علي الناس انا عايزه اتحبس الله ما تروحش اعمل طيب انا عايزه اتحبس والله العظيم ما افكهم ابدا الثلاثه دول دهاب جلال حرام التكاتك ولا هدى عبد المحسن مقضيتين دعاره ولا علياء سلامه مع كامل الاحترام ومشوها مفروشه اتعرف على الرجاله عشان يجيب لها الشقه ياخدها يعيشها في سلطات بابا غنوجه طيب دلوقتي هتعملي ايه؟ هنروح فين؟ او احنا قاعدين هنا منتظرين ايه؟ انزل القرار اطلع على ارقص لها هناك وعن عيص هناك وعن ظهرت هناك في قلب الطرف اقول لها انا جبت لك حقك افرحي يا بنتي ونامي وارتاحي. القرار اخيرا هيبقى منطوقه ايه؟ ان شاء الله بحكم الاعدام على الاثنين. قصدك على حكم الاعدام دي اخر مرحله. ان شاء الله. ايوه. مستشار ايمن حجاج السفاح. حسين الغربلي المستأجر اللي جايب الأجرة عشان يساعده في قضية بنتي عشان يساعده في قتل بنتي بالفلوس مستأجر بالفلوس كانت شيماء بتحكي لك عن مشاكل ما بينهم يوصلها للقتل كده شيماء كانت تقيلة ما بتحكيش أي حاجة خالص بتخاف على بريستيج تعالى قول قدام أم قدام أمها قدام أمها ما انا ما كنتش موافقه عليه عشان فرق السن فلازم تبين لامها بالذات سعيده كانت بتخاف على بريستيجها وده اللي خلاك هيبقى طب اقرب اصدقاء ليها انت ما سمعتيش ما كانش في الا سما بصراحه صاحبتها اللي طلعت مع المذيع الفاشل احمد رجب المذيع الفاشل انا متحفظ عن ذكر اي اسامي لان الجمهور بيشوفنا واطفال بتشوفنا ابراهيم طنطاوي الاحمد المحامي الاحمد عن ذكر اي اسامي اللي مفيش ولا مره في اي بس قال اللي حسين الغربي يبقى جوز اختي قال لكم كده ما قالش حسين الغربي جوز اختي بيستعر منه بيقول لك انا محامي في القضيه محامي من يا جربان انت اللي يجيبك تمام مباشر من مصر كل مواقع مصر الاخباريه هو ايه دوره هو طلع ليه انا هنا تعالى عليا لا تكذب
ابراهيم طب ده وده طلع ليه؟ عشان يقطع فيها وبنتي؟ لا على فكره ده هو حط على دماغه تشين، هو قطع على نفسه. هدوء انا هدوء انا عشان في اطفال بتشوفنا وانت قيمه وقامه برضه. انا برضه مش بعشق انا حضرتكم شايفين النهارده انا عايز الحكم النهائي في قضيه الاعلاميه شيماء لما اقدر بحضرتكم ما شايفين يعني والدتها تكشف اخر التفاصيل طبعا عن اوقات حياتها والتي تطالب به في قضيه زي ما حضراتكم سمعتوا. فذكر لقاءنا مع والده الاعلاميه شيماء جمال.